هي حالة الطوارئ أعلنت في فيرجينيا وويست فيرجينيا وأوهايو بسبب الدمار الذي خلفته موجة العواصف التي تضرب ولايات الشرق. لم أرى مثل هذا الدمار طوال فترة عملي، ونحن نعمل ما في وسعنا لإعادة التيار الكهربائي. أكثر من 2 مليون شخص في فيرجينيا يعيشون من دون كهرباء، ومحاولات السلطات لإعادة التيار باءت بالفشل بسبب آلاف الأشجار المتساقطة والتي تسببت في اتساع دائرة الدمار. انقطاع الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة أتلفا أطناناً من المواد الغذائية في المحال والمنازل، بالرغم من توزيع السلطات لمكعبات الثلج لحماية ما تبقى من غذاء يتم استهلاكه يومياً، غير أن الذين لم يحالفهم الحظ كعائلة تيرا فيتوقع أن يناموا على الأرض هذه الليلة. تخيل أن تتعدى درجة الحرارة 20، سيكون ذلك مروعاً. المواصلات بالقطار لم تكن أفضل، حيث احتجز مئات الركاب في شمال فيرجينيا. كان الأمر مروعاً. كان ذلك عبارة عن عزلة كاملة. وبقدر ما كان انقطاع الكهرباء صعباً على الكثيرين، لكن تضامن الجيران ومدهم يد العون لبعضهم البعض أعاد وصل من قطع من العلاقات الاجتماعية. هنا محمد بخشم، العربية.